الأرضه من هيك للكلمة اللي الشيخ أبو زيد من جمعية البوصلة مش تحكينا عن مشروع جديد اللي هو مرسل دليفري. تفضل شيخ. شكرا نزار، مرحبا بكم. قبل ما نبدا نحب نقول اني فخوره برشا انه تسرقت منها حاجه باهيه اللي هي التصويت على في الدورات العاديه. وقبل ما نحكيو على السرقه اللي عملها سي نزار، احنا رانا سرقنا الفكره من بلديه سيده اللي هي جاتنا فكره مرسل البلديه. نحكي شويه عن الوصله. الوصله هي منظمه تونسيه بدات في 2012. اكثر مشروع تعرفنا به ممكن هو مرصد المجلس التاسيسي اللي هو يرصد الحضور والغياب والتصويت وعمل اللجان، يطلع محاضر منها باش المواطن ينجم يواكب. قاعدين نكملوا في الخدمه هذه في مجلس نواب الشعب، مجلس المجلس. عام 2014 في جانفي اطلقنا زوز مشاريع جدد اللي هو مرصد بلديه، عنده عام المشروع، مش مشروع جديد برشا، ومرصد ميزانيه الدوله كما تشوفوا هنا، وكلهم تنجموا تدخلوا لهم من مرصد بوانتيان. أنا اليوم باش نحكي على مرصد بلدية شوية. الفكرة من المشروع جات إنه نحبوا بعد ما جات الثورة جاء عندنا النفاذ المعلوم اللي هو حق رائع جدا، أما ما شفناش برشا ناس قاعدين يستخدموا فيه، ممكن مش في كل المستويات. قلنا عندنا مرسوم 41 اللي هو يسمح بنفاذ الوثائق الإدارية في الهيئات العمومية، خلينا نفعلوه على كل المستويات. فعلناها على مستوى الوزارات فيما يخص ميزانية الوزارات وعلى مستوى البلديات. الفكرة من المشروع ندخل كل ولاية، نخدموا مع البلديات نتاعها الكل، ناخذوا معلومات اللي هي تنجم تعطينا فهم يعني على الأقل بسيط للواقع اللي تخدم فيه البلدية. لاحظنا إنه المواطن يتشكل ديما، البلدية ما تهزش في النفاية، فما برشا حفر في الكياس، وين التنمية؟ والبلدية كي تجي تحكي معاها تقول لك ماهمش فاهميني، ماهمش عارفين الوضعيات اللي أنا نخدم فيها. قلنا خلينا نفضوها هيك، خلينا نرجعوا الثقة بناء على معلومات من المصدر بتاعها اللي هو الهيكل العمومي. المعلومات اللي ناخذوها نحطوها على موقع مرسل البلديه. تدخل هنا تلقى تونس. المعلومات اللي نلقاوها ثم معلومات خاصه بكل بلديه وثم معلومات عامه. باش نبدا بالمعلومات اللي خاصه بكل بلديه. مثلا هنا بلديه بيروت. ثم معلومات تصف البلديه. شو معناها تصف البلديه؟ شو الواقع اللي هي فيه؟ مثلا البنيه التحتيه. شو نسب الربط؟ مش البلديات الكل كيف كيف، مش البلديات الكل فيها كياسات، مش البلديات الكل فيها ترسيف، مش البلديات الكل فيها ربط بالتطهير وبالماء وبالكهرباء. هذا على شو ينعكس؟ هذا ينعكس على احتياجات البلديه والامكانيات نتاعها باش توفر للمواطن حياه يوميه سهله او كاليتي دوي معناها تاع كل يوم باهي. كيف نجموا نفهموا انه مش كل بلديه عندها نسب ربط 100%، نجم نفهم ان هذا باش ينعكس على المشاريع نتاع التنميه اللي البلديه هي فيها. قبل ما نحكيو على المشاريع، لازمنا نعرفوا طريقة أخذ القرار كيفاش. لهنا نحكيو على مجلس بلدي أو نيابة خصوصية. في المجلس البلدي احنا نحطوا ليستة نتاع الأعضاء نتاع النيابة الخصوصية، وكل لجنة شكون مسؤول عن كل لجنة، ونحطوا المحاضر نتاع الجلسات التمهيدية والجلسات العادية نتاعها. اللي هي منها مثلا في نزار الحكايه نجم نشوفوا شكون صوت على شنو وشنو القرارات اللي خدتها البلديه. اللي نحب نقوله انه نورمالمون البلديه تعلق المحاضر هذه في المدخل بتاع البلديه، وهذه الحجه اللي يستخدموها البلديات كل من جنود المحاضر، يقول لك احنا نعرفوها بعد 8 أيام من المصادقه عليها من الوالي الى اخره. كي تجي تشوف المحضر طوله 12 صفحه مكتوب بلغه حتى احنا بالضبط لغه غير مفهومه جدا، وما هيش ما تشاهيش اللي تمشي كمواطن تمشي تقراها. معناها انا مانيش صراحه قبل ما نبدا في المشروع هذا امبوسيبل باش نغزر في باب البلديه شنو معناتها. فناخذوهم احنا المحاضر هذه نعطيهم ملخص على شنو اهم الحوايج اللي شنو اهم القرارات اللي خدتها البلديه، وبعد تنجم انت تحمل المحضر هذا كما تعطيه لنا البلديه المصادق عليه وتطلع على معناها بالتفصيل على بالضبط شنو كيفاش وصلوا القرار هذا. كي نجيو نحكيو عن القرارات برشا منها لازم نفهموا شنو الامكانيات اللي عند البلديه، علاش خذت القرار هذا مش القرار هذا. وهنا كي نحكيو عن الامكانيات ممكن ديما ندخلوا في ميزانيه البلديه، اما الامكانيات الماليه وحدها ما تنجمش تفهمنا الوضع نتاع البلديه. هذاك على ناخذ زادوا معلومات عن الموارد البشريه. عندك البلديه عندها الاطارات اللي تخدم فيها وعندها العمل، عندك حاجه اسمها مجموعه الاعمال او قانون الاطار سابقا اللي هو يشرح لك شنو البلديه تحتاج معناها باش تنجم تعمل الخدمه نتاعها وشنو في الحقيقه عندها. كي تجي تشوف ساعات فما الفرق معناها 60 70% تلقى بلديه تحتاج مثلا
80 عام وتطلع عندها جوز 20 عام. كيف المواطن يفهم هذا؟ لازم يعرف علاش مثلا البلدية تنجمش تمشي تهز لك النفايات بنفس الفاعلية بتاع بلدية أخرى مثلا عندها عملة أكثر. باهي هذا يطرح سؤال آخر هو علاش الموارد البشرية بتاعنا ناقصة؟ تمشي وقتها تنجم تشوف الميزانية. احنا الميزانية البلديات أول ما طلبنا من الميزانية عطانا المجموع. قلنا أوكي أعطيني المجموع أنا مش عارف إنه بلدية بلجو مثلا 413 مليون في العام. على ما حطيتهمليش الكيس القديم داير. أو عندك فلوس. وقت طلبنا منهم يعطيونا بالضبط كيفاش هي من منظومة أدب وما وصلنا فهمنا منظومة أدب إلا بعد عناء طويل. في الموقع نجم تشوف الميزانية بكل التفاصيل بتاعها. تدخل بالتفاصيل الكل. الواحد ممكن نجم يكون شنو المواطن اللي يحب يعرف إنه الأجر الأساسي والتدرج بتاع البلدية قديش معناها في العام هذاك. كما قال سيزار المواطن عادي فما المواطن اللي هو يخدم في التجارة فما المواطن اللي هو يخدم في القطاع العام فما المدرس أما فما زادة الإكسبير اللي هو يحب يعمل دراسات على البلديات اللي هو يحب يقدم مثلا تونس تو نحكيو على المركزية يحب يقدم مقترحات تاع تعديل ميزانية محلية كيفاش باش ينجم يحكي في هذا الموضوع إذا هو ما يعرفش أصلا الميزانية تاع البلدية كيفاش تمشي وين تمشي واختلافاتها حسب البلديات والمناطق. احنا لمينا معلومات من 2012 هي تقريبا وقت بداوا يستخدموا منظومه ادب معظم البلديات وبالتفصيل هذا الامكانيات زاد يدخل فيها العقارات ووسائل النقل. وسائل النقل ياسر حاجه مهمه على خاطر عندك العامل وعندك باش تخلصوا اما ما عندكش تراكتور ينجم يهز النفايات كيفاش نجم نطالب البلديه ان هي تنجم تهز النفايات بطريقه فعاله. دونك احنا نلم المعلومات عن وسيلة النقل الحالة نتاعها وقتها بدا الجولان نتاعها حتى ما تخيكون نتاعها هذا كله يدخل في نطاق الشفافية نهار آخر كيف نلموا هذه المعلومات الكل وتشوف سيارة بلدية قد تستخدم في غير معناها السبب اللي هي مشغولة لي هذا جزء من الوقاية من فساد اللي هو يدخل في استخدام مثلا وسائل النقل نتاع البلدية في غير أمور أو صلاحيات البلدية. آخر حاجة نوصلوا هي المشاريع ناخذ مثال المخطط الاستثماري ونقارنوا فما معلومه مهمه عندك مخطط استثماري ومصادق عليه وعندك الحقيقه ديما فما فرق كبير بين شنو حابين نعمله وشنو عملنا هنا وين تكمن الاهميه خلينا نقول انت عندك في مخطط راسه 500 مليون باش تعمل كيس في 2012 وتاخذ في حكايه وعملته كان في 2014 واحنا نعرفوا الدنيا تعتغل ما تنجم تصرف كان 500 مليون أما قبل كنت مش تعمل كيلومتر تو مش تعمل قد ايه؟ 10 كيلومتر. هذه الأسئلة زادت تعاوننا إنه احنا نقيمه ونقيمه العمل زادت نقيمه العمل البلدي. احنا تو نخدمه مع 94 بلدية كما قلت ندخل لكم ولاية ونخدمه مع البلدية تاع الكل ولاية مستير إن شاء الله باش ندخلوها في مايك. ولاية مستير خاطر فيها برشا بلديات 33 بلدية. أكبر يفرق أكبر عدد بلديات. إن شاء الله قبل أوت مش نكمل البلديات الكل. هذه المرحلة الأولى بتاع جمع المعلومات، خاطر كما قال سيزار عندك تتبع بتاع الميزانية. هذه الميزانية اللي احنا نحطوها الكل هي شنو التقديرات؟ شنو البلدية ماذا بها تعمل؟ وباش نجم البلدية تصرف لازم تدخل. ساعات في معظم الأمر كي تجي تشوف إغلاق الميزانية اللي هو بالحق شنو البلدية صرفت. ما يوصلش معناها فما بعض البلديات اللي من حق توصل تحقق الميزانيه نتاعها. برشا يدخل في الاداء المواطن ما يأديش الاداء نتاعه ونجم ندخلوا فيها الحكايه ما يأديش خاطر البلديه ما تعملش، البلديه ما تعملش خاطر المواطن ما يأديش وتجي حكايه الدجاجه والعظمه وما تأديش. هي مسأله ثقه واحنا نشوفوا المشروع هذا احد الاهداف نتاعو اعاده الثقه بين المواطن والهيكل. عندنا زوز اهداف اخرين اللي هي تشريك المواطن انه احنا ندفعوه انه يحضر وياخذ القرار بطرق حقيقيه مش صوريه كهو منها الجلسات التمهيديه. ما عرفتش شكون هنا يحضر الجلسات التمهيديه في البلديه نتاعو؟ مش برشا، شكون يعرف شنو الجلسات التمهيديه؟ اوكي هذاك علي احنا في الموقع عملنا معلومات اللي هي عامه مثلا روزنامه البلديه نحب نعرف انا مثلا في الشهر هذا شنو نورمالمون
سيدي شهر هذا قمت منو ماذا فيا نمشي البلدية ونشارك شوية هكا حس مواطنة عندي فايق شوية شهر هذا صيف والطقس بالي باهي نشوفه مثلا في شهر جوية ولا جوان تلقى انه عندك في شهر جوان عندك دورة جلسة تمهيدية هنا نفسر شو الجلسة التمهيدية اللي هي جلسة المواطن النجم يحضرها والكلام بتاعه يتحط في المحضر شو معنى الكلام بتاعه يتحط في المحضر؟ معنى هذه الحاجة تصحح عليها البلدية ولازم تنظر فيها في الدورة العادية اللي هي الدورة اللي يأخذ فيها القرار ويصوتوا فيها على القرارات إذا هذه حاجة ياسر مهمة وياسر باهية عندنا في القانون اللي هو المواطن مش يستخدم فيها برشا دوك هذه من المعلومات اللي نحطوها عندنا معلومات نحطوها على السيت زاد عندنا في هذه الوثائق الإدارية نحكيو على المجلس 41 أما برشا ناس ممكن ما يعرفوش بالضبط شنو البروسيدور اللي نعملوها احنا نعملو نفس برشا بلديات نمشي نحكي معاهم يقولوا لنا بون في جمعية البوسطة خدمتوا في المجلس ونعطيكم المعلومات ونورمال، احنا لا، احنا ديما نقولوا في البوسطة النجاح نتاعنا هو وقت البوسطة تختفي، وقت في عوض ما احنا نمشي كمجتمع مدني نعمل خدمة هذه يولي كل مواطن، ساعة يولي الهيكل العمومي هو ينشر قبل ما احنا نمشي فيه، وقتاش نطلب وقتي بالحق انا النظرية نعرف قدام من طن نفايات يخرج في الشهر خاطر انا نحب نستثمر في التدخين. ولا في الريسيكلاج. فنطلب احنا المعلومات نستناو 15 يوم فما اذا طلبت البلديه تمديد 15 يوم اخرين خاطر نعرفوا فما نقص في الموارد البشريه والماليه وفما برشا خدمه وضغط. وبعد نعملوا تظلم احنا من ال 94 بلديه اللي خدمنا معاهم فما اربع بلديات رفعنا بهم القضيه للاسف. المشكله اللي توا ولات السمعه نتاعنا انتم اللي رفعتوا القضيه بلديه كذا. احنا لمينا معلومات من 90 بلديه اربعه ما حبوش يعطيونا. وفي نهاية الأمر عطونا المعلومات. كان فما كونفيزيون في حكاية سلطة الإشراف، اللي يقول لي بروبابلمون حكيتوا فيها في قبل في الصباح. آخر حاجة ما نمشيش نطول عليكم، عندنا مقياس شفافية. مقياس شفافية هذا سهل برشا، وهو بحد ذاته معلومة. فما برشا بلديات نطلبوا منهم المعلومات يقولوا لنا باهي الميزانية مهمة، أما علاه طلبني أسماء الأحياء؟ شو باش تعمل بيه؟ هو المبدأ نتاع الشفافية، أنا طلبت منك معلومة ما يهمكش فيها باش نعمل بها. أنا طالبها ونحتاجها ونحبها تكون متوفرة لي. فمقياس الشفافية يعطي نقطة لكل معلومة نطلبوها. معناها كيما الميزانية، كيما المرافق نتاع البلدية، كيما المشاريع، كيما وسائل النقل. نقطة لكل معلومة طلبناها، إلى عطانا المعلومة هذه تتحسب إلى ما عطاناش ينقص من مقياس الشفافية. واللي باهي في هذا أنه خلق كومبيتيسيون انكرويابل من البلديات هم البلديات يكلمونا يقولوا لنا علاه انا 60% والبلديه اللي جات شو عطاكم اللي انا ما عطيتكمش وتخلق حاجه باهيه وتولي يعطونا معلومات برشا لازم نقول انه بلديه رفراف هي الوحيده اللي عندها 100% وتستحقها تستحق 200% علاش خاطر عطانا المعلومات النهار اللي احنا قلناها قالت ما تخرجش دي ما تاخذ معلومات في الاول دونك ماذا بينا البلديات الكل يكونوا هكا اخر حاجه عنا حاجة اسمها ويكي بلدية كما ويكيبيديا كما قلت فما برشا كلام شعوي سميته شعوي في القانون وفي المحاضرة كلمات ما يتفهموش المواطن في كل مواطن عادي هو مش قاري إدارة ولا قاري القانون عملنا حاجة اسمها ويكي بلدية تفسر كل شيء من المخطط الاستثماري إلى صندوق القانون هو شنو إلى خطة تمويلية شو معناها علاش؟ باش كي تجيب بلديه من هالمعلومه ما تتسببلكش تقول لك ما انت ماكش مش تفهم الميزانيه ها نعطيك ملخص نتاعها. لا احنا كمواطنين نجم نمشيو ونلوجو ونفهمو كيف الناس الكل. الخطه المستقبليه نتاعنا باش نخدمو ونزيدو نخدمو على تشجيع المواطن، عندنا اتفاقيات مع اذاعات، نحبو المواطن حتى كان ما مشاش المعلومه تجي في داره في الكرم في الدار في كل بلاصه. وقاعدين نخدموا على اصلاح المنظومه القانونيه اللي هي تنظم عمل البلديات. كيف يكون عندك اكسي لمعلومات كيما هكا تنجم وقتها تقترح قانون اساسي، تنجم تحكي على اللجنه المركزيه اللي هي فصل كامل باب كامل في الدستور كيف يكون الاصلاح. وهذا هو مشروع مشروع البلديه، ان شاء الله تشوفونا في مستير في ماي. اطلقنا مبادره اسمها راس البلديه. برشا انتقدونا قالنا تحكيوا على اللجنه المركزيه وانتم في تونس العاصمه. رغم انه احنا 70% من وقتنا في خارج تونس العاصمه راس البلديه هذه تلقاها على الباج فيسبوك نتاعنا باش نخدموا مع مواطنين في كل بلديه باش نحدوا مواطن من كل
244 بلدية من واجبه انه يمشي يحضر ويراقب على عيد المكتب. يعطيكم الصحة.